أخمن عيد ميلادي من اليوم؟ الاسم يبدأ بحرف جوزيه وينتهي بكوميلون. عيد ميلادي من إذن؟ أهنا أمزح جوزيه، بالطبع لم أنسى، وكعكة ميلادك في الفرن. هذا مدهش، شيء لذيذ هناك. كم أصبح عمرك الآن؟ أكثر من سنة وأقل من 1000. وما الذي تنوي فعله في عيد ميلادك لهذه السنة؟ هذه السنة أريد بالوناً ممتلئاً بالحلوى أعلقه في الأعلى، وعند فقعه نحظى بأمطار الحلوى. والآن أريد أن أعد الحلوى لتسنح لي الفرصة لملء البالون. انتهينا، والآن نحتاج لأن نضعها داخل البالون. اهدأ، علي أن أتذوقها أولاً. شهية حقاً. سأخرج لأملأ البالون في الحديقة. وبينما تملأ أنت البالون، سأحرص على عدم احتراق الكعكة. فكرة جيدة. يبدو صغيراً ويحتاج المزيد من الهواء. أكثر من ذلك. واو، هذا جميل، ابقى هنا أيها البالون. هيا يا بالون الحلوى، عد إلى هنا. وجدتها. يا بالون الحلوى، أنا آت إليك. لا أيها الجد، لا تفعلها رجاء. أمسكت بك. والآن ماذا؟ جوزيه، كعكتك جاهزة، دعنا نبدأ الحفلة. أوه لا، لم أرد سوى حفلة. الآن لدي بالون الحلوى، لكن من دون كعكة ميلادي النجدة. هذا غريب، ما هذا الشيء في السماء؟ هل هو عصفور أم أنها طيارة؟ لا، إنه جوزيه كوميلون. هل هذا أنت يا جوزيه؟ بالطبع هذا أنا، ومن غيري؟ أنزلني. اهدأ، سأفكر لك بشيء ما. تماسك يا جوزيه. لقد أمسكتم. عيد ميلاد سعيد جوزيه. أمطار الحلوى، أفضل حفلة على الإطلاق.